السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصلتنا النهاردة في اتجاه أهم طرح من المتوقع أن تشهده البورصة المصرية في الربع الثاني من العام 2024، وهو طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية بنسبة من المرجح أن تتراوح ما بين 5 و10%. خطوة حكومية بتبشر بعودة سوق المال المصري لعصره الذهبي، وبتجعل من سوق المال قبلة للعديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبتعزز كمان من أداء القطاع العقاري بشكل مثير للإعجاب بكفاءة ومهارة عالية جدا في التفاوض. بيقود المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مفاوضات مع مستثمرين خليجيين لتطوير مشاريع في العاصمة، ومن المتوقع إعلانها قبل نهاية السنة. ده بيحصل في وقت بيتوقع فيه أو بتتوقع فيه مؤسسة نايت فرانك البريطانية المرموقة استقبال السوق العقاري ل 120 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية الفترة اللي جاية، وده بيثبت قد إيه هيكون القطاع ده محرك أساسي للنمو الاقتصادي في مصر كلها. هنا بيستحضر خبراء سوق المال في مصر الطرح العالمي لشركة أرامكو السعودية العملاقة، وبيتوقعوا نجاح طرح شركة العاصمة الإدارية في بورصة مصر بشكل منقطع النظير، وبيقولوا إن الخطوة دي هتنعش مؤشرات البورصة وهتعزز الرهان عليها وهتجذب سيولة جديدة وهتضمن تنوع الشركات المحركة لنمو مؤشر البورصة الرئيسي. والحقيقة إنه مش بس كده، هتخلق نقلة نوعية في قطاع العقارات وشركاته المدرجة في البورصة. تفاصيل أوفى وأشمل عن الخطوة المرتقبة هنعرفها من المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واللي بينضم لينا دلوقتي عبر الهاتف. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك. الحقيقة هذه الخطوة مش بس سوق المال بينتظرها، الوضع الاقتصادي في مصر كله بينتظرها الحقيقة. عشان كده احنا بنتكلم بدري شوية، يمكن الطرح من المتوقع أن يكون في النص الثاني من 2024، لكن يهمنا نعرف أكيد بيتم التجهيز لهذا الطرح من دلوقتي، ومحتاجين نعرف من حضرتك تفاصيل الطرح من حيث نسبة الطرح وتوقيت التنفيذ وما إلى ذلك. طيب في الحقيقه زي ما حضرتك قلتي، احنا طبعا بنجهز دلوقتي ان احنا للطرح ان شاء الله في النص الثاني 24. طبعا الطرح عشان نقول ان الشركه قابله للطرح في البورصه لازم يبقى فيها ليها معايير معينه من النواحي الميزانيه عندها، من النواحي الداخليه، من الهيكل، حاجات كثيره طبعا طبقا لهيئه الرقابه الماليه واشتراط هيئه الرقابه الماليه عشان يتم الطرح. احنا بنعمل في الحاجات دي كلها دلوقتي حاليا، بندرس كل البنوك الاستثماريه اللي هي ممكن تشارك معانا في الطرح او تبقى هي تدير هذا الطرح وشكل الطرح نفسه، لان احنا لسه يعني ما وصلناش للتصور النهائي للطرح، هل هو هيبقى شركات احدى الشركات الملصقه ولا الشركه الاصليه او هتبقى، فدي كل دي سيناريوهات محطوطه، ولكن احنا دورنا دلوقتي ان يعني احنا بنجهز كل الملفات وجهز كل المتطلبات لهيئه الرقابه الماليه بحيث ان احنا نبقى جاهزين اول ما يتخذ القرار بالطرح على طول تكون الشركه جاهزه لهذا. يعني حتى الان لم يتم الاستقرار على بنك الاستثمار اللي هيقود هذا الطرح، لا ولا حتى النسبه اللي بيتداول ان هي ما بين 5 و10%. لا بالنسبه احنا بنتكلم في كده، هي دي النسبه اللي احنا بنتكلم عليها، ما تمددش من 5 ل 10% في المرحله الاوليه، وطبعا متوقفه طبعا على حجم تقييم الشركه، ويعني عارف حضرتك برضه دي كلها اجراءات التي تتم الاول، التقييم الطرح والتقييم والقيمه السوقيه للاسهم وما الى ذلك. بالظبط بالظبط، الحاجات دي طبعا اجراءات كثيره، وشركه بحجم شركه العاصمه طبعا هتبقى محتاجه بعض الوقت اللي احنا شغالين عليه، بحاول نضغط القدر بحيث انها تكون جاهزه ليها على طول. الحقيقه ان خبراء سوق المال بيقارنوا بين الطرح المتوقع للعاصمه الاداريه والطرح التاريخي لشركه ارامكو العملاقه السعوديه، واعتقد انه هذه المقارنه ليست ظالمه على الاطلاق، لانه العاصمه الاداريه لا تقل في الحجم ولا في القيمه عن ارامكو السعوديه. كيف تتوقع ان يستقبل رواد سوق المال او سوق المال في مصر هذا الطرح؟
طبعا زي ما حضرتك قلت احنا الحمد لله كشركه العصريه كده احنا كنا لسه قريب حوالي شهر او شهر ونص كنا اعلنا الميزانيه عندنا لعام 2022 بالظبط. واول مره تنشر. طبعا الحمد لله كنا حقيقي ارباح 20 مليار جنيه قبل الضرايب. طبعا دي كشركات طبعا دي من الارقام الكبيره في المنطقه. عندنا اصول كان تقارب ال 300 مليار جنيه ولدينا السيوله في البنوك. يعني اعتقد حجم الشركه زي ما حضرتك قلتي يعني تكاد تكون من الشركات الكبرى شبيهه بشركه ارامكو والحاجات. والشركات دي طبعا الشركات الكبرى بتطرح بيبقى عليها اقبال كبير يمكن يعني ما يتعدى ال 10 وال 20 بره الطلب. زي ما حضرتك قلتي ولكن طبعا زي ما بقول لحضرتك احنا بندرس كل الاحتمالات. هل هنطرح بس طرح محلي؟ هل هنطرح جزء طرح خارجي مع جزء طرح محلي؟ كل دي حاجات سيناريوهات زي ما قلت بتدرس دلوقتي بشكل بصوره جيده بحيث ان احنا نوصل لاكثر طرح واحسن عائد لينا كشركه وكدوله اللي في الاخر هي شركه الدوله وللدوله وللسوق وللسوق كله بصفه عامه زي ما حضرتك ذكرتي سواء السوق سوق المال او للسوق العقاري كله. طيب يعني كتير اتكلمنا عن طروحات حكومية مرتقبة في البورصة المصرية وتم تحديد توقيتات لهذه الطروحات، وللأسف كان بيتم تأجيل الطروحات نتيجة لأنه السوق مرتبك والوقت مش مناسب. هل يعني من المتوقع أن يتم تأجيل أيضا، ولا هذا التوقيت تم وضعه بالفعل وفي هدف لن تحيدوا عنه؟ بص حضرتك احنا عندنا الهدف زي ما حضرتك ذكرتي، ولكن الهدف ده مرتبط طبعا ببعض النقاط، احدهم طبعا اكيد التوقيت. يعني التوقيت ساعتها اللي احنا زي ما بقول لحضرتك احنا مش بنتكلم بس على السوق المحلي، لو بنتكلم على السوق الخارجي واحنا مرتبطين بالسوق الخارجي واللي بيحصل في العالم كله، انت عارف حضرتك كل يوم في احداث جديده ممكن تؤثر بشكل او باخر. ولكن الهدف الاول حضرتك عندنا ان احنا نكون جاهزين للطرح. اللي احنا نكون النهارده نقول لو زي ما بيقولوا كده يعني هنطرح بكره الصبح احنا جاهزين. باشمهندس خالد، الحقيقة الفترة اللي فاتت في معرض جولتك للترويج للعاصمة الإدارية تم الاتفاق مع مجموعة من الشركات الخليجية الكبرى للاستثمار داخل العاصمة الإدارية، وأيضا شركة نايت فرانك العالمية توقعت أن تستقبل مصر أو القطاع العقاري المصري ما يتجاوز ال 120 مليار دولار في الفترة المقبلة، وطبعا نصيب العاصمة الإدارية من هذا الرقم كبير جدا. كيف كانت ردود الفعل في عملية الترويج اللي حضرتك قمت بيها، وهل تم بالفعل اتفاق مع شركات خليجية كبرى للاستثمار في العاصمة الإدارية الفترة المقبلة؟ يمكن زي ما حضرتك قلتي احنا كان دورنا في السنه الماضيه ان احنا نحط العاصمه في وضعها الحقيقي ونظهرها بالشكل الحقيقي. يمكن في ناس كثيره كانت بتتكلم على العاصمه لكنها ما شافتش او ما تعرفش يعني معلومات دقيقه عن العاصمه. مش كل ما تتم دورة على العاصمه طبعا كان يعني دقيق، وبالتالي حضرتك ده كان دورنا في العام الماضي ان احنا نشتغل عليه. الحمد لله اشتغلنا عليه كويس جدا سواء داخلي او خارجي. اعتقد النهارده الوضع بقى مختلف. النهارده حتى على الارض حجم المشروعات سواء اللي ابتدت او المشروعات اللي كان فيها بعض التاخير عوضت هذا التاخير. النهارده اتقال الحكومه بنفسها اللي كان قبل كده كان في بعض التوقيتات ولكن نظرا للظروف لم يتم النقل الفعلي. النهارده الحكومه كلها بالكامل بتعمل من هنا ابتداء من دوله رئيس الوزراء لكل الوزراء. احنا عندنا حاليا حضرتك حوالي تقريبا فوق ال 40,000 موظف يوميا بيتواجدوا في العاصمه، يعني بييجوا الصبح وبيمشوا اخر اليوم بيمارسوا عملهم بالكامل من هنا. كل حضرتك كل الكلام ده كله حضرتك دوت ادى صوره ايجابيه جدا عن العاصمه الاداريه. ده بالاضافه طبعا زي ما حضرتك ذكرتي ان القطاع العقاري المصري دايما جاذب للاستثمارات. وده اللي ادانا الفرصه حضرتك النهارده بعدنا مباحثات زي ما حضرتك ذكرتي مع عدد من الشركات الكبرى اللي هتيجي النهارده تبتدي تستثمر في العاصمه في مشروعات متنوعه سواء في مناطق صناعيه سواء في مناطق عمرانيه سواء في مناطق خدميه. واعتقد ان احنا يعني قربنا من بعض الاتفاقات ان شاء الله زي ما ذكرت. اتمنى ان احنا قبل نهايه العام فعلا ان احنا نكون وقعنا فعليا وهذه الشركات تعمل ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا وقعت مؤخرا اتفاق مع احدى الشركات العالميه لاداره الحي جاردن سيتي على ما اعتقد، او الحي الدبلوماسي. لا احنا وقعنا حضرتك امبارح وقعنا
واحده من اشهر المدارس العالميه. احنا بنمتلك مدرسه في الحي الدوماسي، واحده من المدارس الكبيره على اعلى مستوى. احنا قدرنا الحمد لله، كان في مفاضل مباحثات مع اشهر مدرسه واعرق مدرسه في انجلترا، مدرسه ويكام ابي. دي مدرسه بقى لها 125 سنه بتعمل، مدرسه تتميز بنتائجها الاكاديميه المتميزه، فوق 90% من الخريجين هذه المدرسه بعد بيكملوا في اعرق الجامعات العالميه، ودي اول مره تيجي الشرق الاوسط. احنا وقعنا معاهم ان شاء الله لاول مقوله استثماريه لينا كشركه في مشروعات التعليميه. احنا وقعنا مش بس ان هم يديروا المدرسه بتاعتنا، ولكن وقعنا معاهم كمان ان احنا نفتتح مدارس سواء في مصر او في بعض الدول في المنطقه علينا هذا الحق، بحيث ان احنا نشارك في يعني في العمليه التعليميه وندخل مستوى اخر من التعليم لمصر ان شاء الله. الحقيقه فندم يعني خطوات مرموقه جدا وخطوات محسوبه جدا ومختلفه ومتميزه، علشان كده يعني بتمنى لحضرتك ولاداره شركه العاصمه الاداريه للتنميه العمرانيه مزيد من التوفيق والنجاح في الفتره المقبله، واتمنى ان احنا نتابع دايما معاك واخباركوا المتميزه والمختلفه. مهندس خالد عباس، رئيس مجلس اداره شركه العاصمه الاداريه للتنميه العمرانيه، بشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا، فاصل قصير وعندي فقرات كتير مهمه جدا جدا، انتظرونا. ومن غرب القاهرة إلى شرقها نتجول معا علنا نهتدي سويا إلى طريق يجمعنا. ولإني عايشة في شرق القاهرة فهي منطقة بتحمل بداخلي خصوصية متفردة، وبشوف طول الوقت إنها منطقة غنية بالمناطق الاستثمارية الضخمة، وخاصة لو اتكلمنا عن بوصلة الشرق وهي العاصمة الإدارية الجديدة. وجهتك الأسرع للاختيار الأمثل، سلوجن وضعته الشركة اللي بستضيف أحد كوادرها النهاردة عنوانا لها، لترشدك لأفضل اختيار. برحب بضيفي الأستاذ محمود بخيت، الاستشاري والخبير العقاري وسيلز دايركتور بشركة فاست أوبريشن كوميونيتي، وهو أيضا أحد شركاء النجاح لشركة إي جي تاورز للتطوير العقاري. برحب بحضرتك. أهلا بك. أهلا بك. الحقيقة شركة فاست أوبريشن كوميونيتي هي شركة بتعمل بمفهوم جديد وبتدعم بشكل كبير جدا فكرة تصدير العقار. ده حقيقي. وليكوا يمكن أكتر من فرع في أكتر من دولة. ده حقيقي. ده حقيقي. بتدعم تصدير العقار إزاي؟ كلمني عن مفهوم كل تصدير العقار مبدئيا. طيب في البداية هتكلم سريعا كده عن فكرة فاست أوبريشن كوميونيتي. الشركة الفكر الأساسي اللي قامت عليه أنه إحنا مش مجرد شركة ريل استيت أو شركة هدفها أنها تقدم استشارات، لا، إحنا الحمد لله شركة من الأول كان عندنا هدف أن إحنا نبني كوميونيتي. الكوميونيتي ده عبارة عن ثلاث أطراف: المطور، فإحنا الحمد لله بنختار مطورين محترمين بنشتغل معاهم بشكل كويس قوي. الطرف الثاني وهو الكلاينت اللي بيدور على سيرفيس محترمة. الطرف الثالث هو الكوميونتي اللي احنا بنبنيه جوه، اللي هو مجموعه الاستشاريين اللي موجودين عندنا جوه الشركه. فده كان الهدف، او زي ما احنا بنقول كده بلغتنا ان كل حد فينا بيبقى له جزء من اسمه. فده كان الشكل اللي احنا اتبنى عليه فاست اوبريشن كوميونتي. فاست اوبريشن كوميونتي هي شركه الحمد لله احنا عندنا مجموعه خبرات كبيره جدا جدا في المجال العقاري وفي مجال الاستثمار، وده كان الهدف ان احنا نبعد عن فكره ان احنا نبقى شركه ريل استيت او شركه استثمار، لا. فنتيجه حجم الخبرات اللي موجوده عندنا دي، احنا الحمد لله عندنا حجم خبرات بالنسبه للبزنس تتعدى الحمد لله فوق 30 سنه، عندنا خبرات في مجال الريل استيت تتعدى 20 سنه. بيقدم لنا كونسلتيشن للشركه او بيعمل كونسلتيشن للشركه ناس من اكبر الاسماء في المجال العقاري عموما، وده اللي مدينا الحمد لله نقطه اهو. لما هاجي اتكلم بقى عن فكره احنا ازاي من الاول قررنا ان احنا نروح للاتجاه ده، احنا بقى لنا اولموست 3 سنين موجودين في الماركت. في خلال الثلاث سنين دول الحمد لله كان عندنا تعاون محترم جدا جدا، بداناه من خلال الامارات،
الحمد لله كان عندنا سبق وحققنا نتائج محترمه جدا واحنا في الامارات. النتائج اللي احنا عملناها دي كانت عباره عن ان احنا بدانا نروح الامارات نقول انه مصر عندها عاصمه اداريه بشكل مختلف، مدينه من الجيل الرابع، وده اللي الماركت بره بيحب يسمعه. فالحمد لله نتيجة ده احنا قدرنا نوصل لأرقام محترمة جدا من خلال تصدير العقار في دبي. النهاردة بقى عندنا فرع رسمي موجود هناك في دبي، وده الاتجاه اللي احنا بدأنا ان خلاص نركز فيه. احنا خلاص بقى عندنا مقر دلوقتي في دبي، الفترة اللي جاية قريب جدا هيكون عندنا فرع تاني في السعودية، بعدها في بلان محترمة محطوطة جدا، لأنه ده الهدف اللي احنا رايحين له. احنا واخدين على عاتقنا فكره تصدير العقار بره مصر. وطبيعي لما هتكلم عن تصدير العقار اوتوماتيك لازم اول حاجه اتكلم عنها هي العاصمه الاداريه طبعا. يعني على ذكر العاصمه الاداريه بقى، كخبير عقاري وسيلز دايركتور في شركه كبيره بتهتم وتدعم فكره تصدير العقار، ازاي بتشوف الاستثمار في العاصمه الاداريه؟ واتمنى انه ما تكونش شهادتك مجروحه، لانه انا شايفه ان انتوا طول الوقت مهتمين بالترويج للعاصمه الاداريه بره مصر. طيب فا اونستلي بقى يعني حاضر كلمني عن الاستثمار في العاصمه. طيب خلينا انا دايما لما بحب استشهد بفكره الاستثمار في العاصمه بحب استشهد بالمدن اللي احنا عدينا عليها. حضرتك بتقولي انت اصلا من سكان الشرق، شرق القاهره بالظبط، فده طبيعي. لو اخذنا كده هيستوري ورا شويه، شهادتي مجروحه في الشرق. انا بعرف هو ده، ما هو ده بقى اللي انا بحاول استخدمه. انت اصلا شهادتك مجروحه في الشرق، فطبيعي احنا كلنا فاكرين التجمع كان شكله عامل ازاي، والناس كانت بتقول ايه عنه، وقد ايه انت رايح ايه اللي يوديك تروح تشتري في الصحراء بالظبط. طيب ده الامتداد الطبيعي او ده الامتداد بتاع التجمع، وبيقولوا كده عن العاصمه يعني. ما هو ده اللي ده يعني. خلينا نقول انه ده كان بيتقال في الاول. انا واحد من الناس انا بشتغل في المجال اهو في بدايه العاصمه، انا كنت بقول ده مش هخبي عليك يعني العاصمه، لكن النهارده ده حقيقي. وما زلت؟ لا طبعا. لا طبعا، لكن النهارده الموضوع اتحول كده خالص. لو هنبص كده العاصمه تحولت النهارده انها بقت مشروع قومي، ما عادتش هي من فروم سكراتش كانت مشروع قومي يعني. لا غير كده، النهارده بصي حضرتك كده في اي اسره في اي بقت دايره، في حته تانية بالظبط كده، هتلاقي اوتوماتيك في حد من الناس دي اوريدي موجود، شاري عنده استثمار فيها، حاطط فلوس هناك بيستثمر فيها، شاري شقه شاري. فالعاصمه النهارده ما عادتش هي الفكره اللي احنا بنقول لا دي صحراء، لا خلاص الموضوع ما عادش كده، ما عادش كده خالص. العاصمه النهارده لا بقى فيها استثمارات كبيره جدا. احنا كان معانا رئيس مجلس اداره شركه العاصمه في بدايه الحلقه، والحقيقه يعني راجل بيقول انه احنا 40,000 موظف بيترددوا على العاصمه الاداريه يوميا. طبيعي، وده رقم مش قليل، رقم مش قليل جدا جدا، ولسه يعني ولسه كمان مع بقيه التشغيل اصلا العاصمه الاداريه كمدينه معمول حساب انها يكون فيها 6 مليون مواطن. 6 مليون مواطن، فالعاصمه خلاص ما اصبحتش فكره انها لا صحراء، لا لا خالص خالص. يعني بما انكم من شركاء النجاح لشركه اي جي تاورز للتطوير العقاري، كلمني عن فكره الاسهم التشاركيه، وهي فكره الحقيقه تفردت بها شركه اي جي تاورز في الفتره الاخيره. ده حقيقي. لو هتكلم عن الجزئيه بتاعت اي جي تاور، اي جي تاور كشركه انفردت بالفكره دي، وده نتيجه ان هم درسوا الكلاينت بتاع العاصمه او الكلاينت اللي بيفكر ينفست عموما هو بيبقى مهتم بايه، فدرسوا التخوفات بتاعته، وده دايما اللي احنا بنشوفه في في في, في شغلنا. اي حد النهارده بيجي يفكر في انفست هو بيبقى خايف شويه انه ياخد الريسك بتاع، طيب هل الخطوه اللي انا باخدها دي خطوه صح؟ طب هل الانفست اللي انا بحطه ده فعلا هيشتغل؟ وفعلا ان الناس كلها بتبقى خايفه من حته التشغيل جدا، فهم الحمد لله قدروا انهم ياخدوا الخطوه دي، او قدروا ياخدوا السبق في الجزئيه دي، ان هم شركه اصلا عندها تورات شغاله، عندها فنادق شغاله اصلا بره مصر، فاستغلوا فكره الفنادق اللي شغاله دي وبداوا يطبقوها هنا جوه العاصمه الاداريه. ونتيجه ان العاصمه الاداريه هتبقى مدينه لوجستيه اصلا، فالسكن الفندقي هيبقى له جزء كبير جدا جدا جدا. طيب
انا بقى كحد جاي يستثمر، هروح اشتري مكان وانا مش عارف هيشتغل ولا لا، هم حلوا الجزئيه دي تماما. انا النهارده بقيت انا حد جاي استثمر، فانا وانا بستثمر انا عارف ان اليونت اللي انا بستثمر فيها دي اوريدي هتشتغل من دي 1. ليه؟ عشان في اوتيل عنده سابقه اعمال كبيره من دي 1، من وانا بتعاقد الناس دي انا اوريدي متعاقد معاها. فانا عارف ان الاوتيل بتاعي اوريدي هيشتغل، انا عارف ان السهم اللي انا بشتريه في المحل الفلاني اللي هو او البراند الفلاني انا كده كده عارف ان هو هيشتغل. ليه؟ انا مش مجرد جاي اشتري وحده وادور هتشتغل ازاي، انا شريك. انا شريك مع البراند وشريك مع الشركه، شريك مع بتديني ضمانات بالظبط كده، تضمن لي حقي حتى لو انا فكرت ابيع من الأول. فهي عندها سوليوشنز او حلول لده، وده السبب اللي عملته شركه ايجي تاور. عشان كده احنا كنا من الناس اللي بدانا شغل مع ايجي تاور من الاول، الحمد لله حققنا معاهم ارقام محترمه. في استجابه بقى من السوق للفكره؟ جدا. ما احنا لسه الفكره اصلا حلت مشكله موجوده اصلا عند الكلاينت. الفكره حلت مشكله، انا النهارده وانا جاي بستثمر انا خايف هشتغل ولا مش هشتغل، هتجيني ارباح ولا لا. تماما فكره الخوف وشجعت بالظبط. فبقى العميل بيدخل، لا هو عارف ان هو داخل ياخد سهم في براند معين، داخل ياخد سهم في اوتيل شغال. الحقيقة يعني كنت أتمنى يمتد الحوار لأكثر من كده، لكن أتمنى أن يتجدد اللقاء مرة تانية قريبا. أستاذ محمود بخيت، سيلز دايركتور في شركة فاست أوبريشن كوميونيتي، بشكرك كل الشكر على هذا اللقاء. تحية مشاهدينا، فاصل قصير وهرجع أكمل فقراتي معاكم. ما زال حديثنا عن منطقة غرب القاهرة وخصوصية الاستثمار فيها، خاصة بعد ما قمنا بزيارة بعض المشروعات في منطقة زايد الجديدة والحزام الأخضر قائما، لأننا شفنا قد إيه المنطقة دي من المناطق الواعدة في الاستثمار العقاري والتجاري الفترة اللي جاية. لكن آليات الاستثمار وتوقيته والشركات اللي ممكن تثق فيها هو ده اللي يجب التركيز عليه وتسليط الضوء عليه، وده اللي هتناقش فيه النهارده مع ضيفي الأستاذ محمد الجزار، رئيس مجلس إدارة شركة HSG للاستثمار والتطوير. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك. الحقيقة إنه شركة HSG محتاجة أعرف شوية بريف عنها، خاصة إنه الاسم شوية يبدو معقد. ممكن بريف عن الشركة؟ تمام. احنا شركة HSG للاستثمار والتطوير، هي شركة تأسست من حوالي 5 سنين. الشركة كان لها فكر مختلف في السوق، مش بس تسويق لصالح الغير. احنا كنا مؤسسين الشركة عشان نبدأ نعمل إدارة لشركات تطوير عقاري ناشئة، ونحصل على تسويق مشروعات حصرية، لان فكر المطور العقاري هو كان غالب علينا شويه في اداره الشركه دي، ان انا ما بشتغلهاش كان انا مسوق بس زي مسوقين كتير في السوق او بطريقه تقليديه. لا، انا كنت بشتغل ان انا عندي فكر وطريقه عمل المطور العقاري بطبيعه الخبره السابقه اللي هي اكتر من 12 سنه من قبل تاسيس الشركه. شركه HSG حصلت على مشاريع حصريه مع وزاره قطاع اعمال ومع قطاع خاص من اكتر من حوالي 8 مشاريع، وفي محافظات وفي اكتوبر وفي منطقه زايد الجديده، وعندنا شركه ايفرست فيو من الشركات ان احنا بنعمل اداره ليها بالكامل، اداره عامه من قطاع تجاري وقطاع هندسي واداره ماليه. فالفكر مختلف شويه من جزئيه الاداره، مش ان احنا بنسوق بس. انتوا استشاري اداري اكتر من انكم استشاري مش عقار. استشاري اداري فقط. الاستشاري ممكن يبقى بيجي لحضرتك كشركه مره في الاسبوع او مرتين، او بيدي لحضرتك توجهات بس اللي انت بتمشي عليها. لا، احنا بنعمل دور بالكامل ديلي مع الشركه، كاني انا راجل رئيس قطاع تجاري او مدير عام للشركه، بس بيتمثل في شركه HSG. هو ده الفرق. يعني الشركة هي اللي بتدير مش الشخص. مش الشخص. هي أوكي. شركة، هي التيم بتاعها كستاف كامل هو اللي بيدير الشركات التطوير العقاري الناشئة. بداية من اختيار المواقع والمشروعات لحد تسليم على المفتاح. بالضبط كده. أنا ببقى كونسلتنت في اختيار الأرض، الموقع فين، المساحة، البرودكت ميكس، إن أنا هعمل إيه في الأرض دي،
يعني قال انا مثلا هعمل عمارات، انا هعمل فيلل، طب الفيلا اللي موجوده ايه الديزاين الافضل بالنسبه لي، ان انا اعمل تاون هاوس بس ولا توين هاوس ولا سيبريت فيلا. في طبعا دراسات كتير بتحكم ان انا اختار البرودكت ميكس بتاعي، والمطور بيديك المساحه والحريه عشان تحقق، عشان ده لصالح المطور. اوكي، لان انا كمان بتدخل حتى في اختيار واجهه الفيلا مع الاستشاري الهندسي، لان انا ببقى عايز برودكت مناسب للسوق، فانا دلوقتي السوق مثلا في برودكت مطلوب اكتر، فانا ببدا اتدخل في ده، لان انا مسؤول ان المشروع ده يبقى ناجح من اول ما بيبدا لحد ما بيسلم للعميل. انا اعتقد ان دي فلسفه شركات التسويق العالميه، يعني البراندات الكبيره في التسويق بالظبط. بس في شركات عالميه بتسوق لصالح الغير فقط زي ريماكس وشركات انترناشونال يعني، ولكن هي الفكر التطوير العقاري بيبقى داخل معايا ان انا مش بدي استشارات فقط، لا ده انا بطبق لك الاستشارات دي. أوكي. بنفذ لك اللي انا بقوله لك بحيث ان ده يتحقق على ارض الواقع، وده فعلا تم في مشروعين اتنين في زايد الجديده، وفي اكتر من حاجه دلوقتي ان شاء الله هتبقى ليها لونش قريب. على ذكر زايد الجديده، الحقيقه انه زايد الجديده من خبرتنا يعني بعد زياره بعض المواقع في المنطقه دي، كلمني عنها من وجهه نظرك بقى كشركه بتدير مشروعات كبيره في المنطقه، شايفها ازاي؟ شايف حجم الاستثمار فيها ازاي؟ شايف كمان الفرص الاستثماريه فيها ازاي؟ زايد الجديده احنا بنقول كلمه عليها كده، كل الطرق تؤدي لزايد الجديده. المحاور اللي حواليها، حضرتك عندك وصل الدهشور او محور العبور اللي اسمه دلوقتي، عند حضرتك التيار الاوسطي، طريق مصر اسكندريه الصحراوي، عند حضرتك المحور 26 يوليو، كل المحاور قريبه جدا من زايد الجديده. فانا اي منطقه بره القاهره او جوه القاهره سهل الوصول لزايد الجديده. هي منطقه موجوده جنب مناطق مهوله بالسكان زي الشيخ زايد، والشيخ زايد طبعا من الاماكن المحبوبه جدا والمطلوبه واللي هي في السوق ليها قيمه معروفه كعقارات. فانا النهارده بعمل امتداد للشيخ زايد القديمه اللي هي كانت مساحتها 10500 فدان تقريبا بوحدات سكنيه في حدود 70000 وحده سكنيه. انا النهارده بخش زايد الجديده بلاقي ان انا مخطط 21000 فدان. منطقه حزام الاخضر لها تعتبر جزء من زايد الجديده في حدود 12500 فدان. المناطق دي كلها بدا الاعمار فيها من اكتر من 5 سنين بصوره بروفيشنال. هي الاول كانت موجوده وكانت في فعلا بنايات فيها، بس بنسب بنائيه مش زي دلوقتي ومش بفكر مطور عقاري. فانا النهارده عندي مدينه بتتخطط برضو انها تبقى من مدن الجيل الرابع. ففي مميزات كتير في الشيخ زايد الجديده تخليه ان كاستثمار او كسكن هي مناسبه جدا. مين بيدير ده؟ يعني العاصمة الإدارية بنقول إن هي بتخطط عشان تكون من مدن الجيل الرابع وبيديرها شركة العاصمة الإدارية. مين بيدير زايد الجديدة؟ زايد الجديدة عشان هي تابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز أكتوبر وجهاز الشيخ زايد، هم اللي يعني مشرفين على كل التفاصيل دي. والموضوع إن هي عشان إمداد للشيخ زايد وما هيش يعني مش بعيدة ومش مدينة لسه هنمدلها طرق جديده، فالموضوع كان سهل فيها شويه. هي اصلا متقسمه فيها طرق، كل اللي بنعمله دلوقتي ان في توسعه بتحصل في الطرق بطريقه كويسه جدا. عندي بنيه تحتيه بتخش في اكتر من 10 مليار مرصودين لاعمار المنطقه دي في كمرحله اولى، وبالفعل في حاجات بدات تتنفذ دلوقتي كسكن، يعني في مشاريع تبدا تتسلم خلال سنه وخلال سنتين. فوجودها جنب مطار سفنكس الجديد، وجودها جنب قرية الذكية، وجودها جنب معالم زي مول العرب والأماكن التجارية الكبيرة، شيخ زايد نفسها، بيفرلي هيلز، كل ده بيخلي الإعمار فيها أنها تؤهل بالسكان في وقت قصير جدا. قد إيه تقريبا؟ إحنا هيبدأ فيه يعني هتلاقي حضرتك سكن في المنطقة دي من 4 سنين ل10 سنين هيبقى فيه يعني نسبة سكنية محترمة. إحنا 21000 فدان اللي في شيخ زايد الجديدة النهاردة مخطط ليهم يبقى فيه من 500000 لمليون نسمة. ده خلال مثلا من 10-15 سنة. بس هيبقى طبعا كمدينة جديدة الإعمار فيها هيبقى أسهل بكتير عن مدن تانية. طيب كفرصة استثمارية، إمتى المستثمر يصح إنه يبدأ يستثمر فيها؟ هل دلوقتي من الآن ولا قدام شوية بعد ما تبتدي تبين معالمها أكتر؟ بص حضرتك كاستثمار طبعا الشراء في البدايات بيبقى افضل بكتير. يعني حضرتك اقول لك على ارقام على ارض الواقع، انا النهارده زايد الجديده بدات بكام الاسعار من 3 سنين؟ عايز اقول لحضرتك كان في مثلا فيلا سيبريت ب 3 مليون 2 مليون ونص، النهارده حضرتك ضربي في 4. كان في فيلا تاون هاوسز بنتكلم في رينج ال 2 مليون، النهارده بنتكلم من 6. فده قبل لسه حتى المدينه ما تشتغل.
فاحنا لسه في الاول. فعشان كده حضرتك النهارده في كم مطور؟ في اكتر من 35 مطور تقريبا في منطقه زي الجديده. ده الكلام ده في اخر 3 سنين فقط. في منهم بيج نيمز يعني شركات طبعا كبيرة، في شركات كبيره معروفة. في طبعا شركات كبيره وشركات لها اسم كبير وليها سابقه اعمال حتى في العاصمه الاداريه، وفي شركات لها سابقه اعمال في اكتوبر نفسها. وفي اكتر من 55 مشروع، لان في شركات عندها اكتر من مشروع، في شركه عندها 5 مشاريع او 4 مشاريع. زائد الجديده فيها جزئيه ان انا عندي كومباوندز كلها مش مساحات كبيره، يعني ممكن تلاقي كومباوند 10 فدادين 5 فدادين، فتلاقي عشان كده في شركات عندها اكتر من مشروع، فعشان كده واصل داخلين في 60 مشروع تقريبا. طيب إيه فكره المساحات اللي مش كبيره دي، ميزه ولا عيب؟ ميزه. في ايه؟ في ان انا عندي كومباوند ما هوش فيه سكان كتير، من ناحيه ان انا النهارده إيه كل حاجه لها الميزه وعيب برضه، عشان حضرتك تبقى عارف الكومباوند الكبير له مميزات وله عيوب، والكومباوند الصغير له مميزات وله عيوب. من ضمن المميزات كمستثمر بقى، كمستثمر الكومباوند الصغير بيبقى المعروض فيه للبيع مش كتير. لان انا لو عندي مثلا 100 وحده سكنيه غير لما يكون عندي 1000 او 2000، اللي بيبقى عارض معايا للبيع بيبقى عدد اكبر متاح، فالسعر ما بيبقاش فيه ندره، او يعني البرودكت موجود متاح فالسعر ما بيبقاش عالي قوي. لكن لما يكون مشروع صغير بيبقى المتاح فيه للبيع عدده اقل، لكن الفاسيلتيز اقل. ما الفاسيلتيز حضرتك انت كل حاجه جنبك اصلا. يعني كل حاجه حواليا، في مشاريع بينها وبين الشيخ زايد 700 متر، فهي الكومباوندز الكبيره اللي هي بتعتبر بقى من 1000 فدان فيما اعلى دي بتبقى فيها فاسيلتيز، بس ده بيبقى مختلف، ده مش كومباوند زي الحاجات الصغيره، ده بيبقى يعتبر حي مجتمع عمراني كبير. بالظبط بالظبط. ولكن حضرتك لو جبتي بدون ذكر اسماء، لو جبنا كومباوندز كبيره او احياء كبيره 8000 فدان ونفس الشركه عامله حاجه 1000 فدان، هتلاقي اللي كان مستثمر في ال1000 فدان كسب اكتر، لان المعروض كان اقل مش زي ال8000 فدان، خصوصا ان الشركه بتفضل تبني وتطور لسه لمده كبيره، فبيبقى الشركه عندها لسه تقسيط ولسه عندها عروض، فانا كمستثمر ما بعرفش اعيد بيع وحدتي بسهوله زي ما يكون مشروع صغير. كلمني كمان عن الاستثمار في الحزام الاخضر. الحزام الاخضر هو جزء من زادي جديد زي ما قلت لحضرتك، في عندي مداخل بتاعته، في حاجه اسمها بوابه 1 بوابه 2 وبوابه 3. هو مين ليه بوابه 3 اللي هي بتدخل على زادي الجديده الرئيسيه؟ بوابه 1 الجزء بتاع الحزام الاخضر. النهارده الحقيقه لو نزلنا على ارض الواقع وحضرتك شفتي هتلاقي ان الطرق تم الشغل عليها، انها تم تتعرض بالكامل، بتوصل ل 50 متر تقريبا. البنيه التحتيه كلها بيتم امدادها دلوقتي بارقام كبيره، من اول وصل الدهشور لحد طريق الواحات، هم تقريبا متقسمين ل 48 حوض، 12500 فدان متقسمين ل 48 حوض. الاحواض دي يعني مش شايف معايا ان فكره الاحواض دي لا تتفق اطلاقا مع فكره الاستثمار العقاري؟ ربما تتفق مع الاستثمار الزراعي اكتر. لا هي عشان كانت شركه اكتوبر الزراعيه كانت المالك ليها، وكانت نسب البنائيه بتاعتها 3% تقريبا. نسب البنائيه تعدلت بقت اكتر من 15% تقريبا 15. فالاحواض دي تقسيمه قديمه، فاحنا بنبقى عارفينها كتعليم مناطق بس، لكن هي مش هتفضل اسمها كده. اوكي. بقول لحضرتك الحوض يعني كم ساحه او تحديد مساحات، لان انا واخد من اول الشيخ زايد تقريبا لحد طريق الواحات، فدي مساحه كبيره حوالي 13000 فدان، دي اكبر من الشيخ زايد القديمه. مخطط يبقى فيه حوالي 73000 نسمه في زايد الجديده. في الحزام الاخضر، الحزام الاخضر هيبقى في حدود برضو 40 ل 50000 لانها مساحه اقل شويه، بس هو يعتبر جزء من زايد الجديده. لكن احنا بنتكلم عن زايد الجديده اللي هي مدخل 3، بنتكلم في 21000 فدان. هل بيختلف الاستثمار في الحزام الأخضر بالرغم من أنه جزء من زايد الجديدة عن زايد الجديدة نفسها، ولا الاثنين واحد؟ أو حضرتك البرودكت ميكس بيختلف، يعني أنت هتلاقي مثلا مساحة المشروع مختلفة، هتلاقي البرودكت نفسه مش هو، يعني ممكن ألاقي شقق في زايد الجديدة مش هلاقي شقق في الحزام الأخضر دلوقتي. ممكن يبقى فيه قريب هيطرح حاجات دوبلكسز ونماذج جديده، ودي سوليوشنز جديده للزيادات الاسعار اللي حاصله، ان انا ابدا ادي للعميل منتج هو محتاجه كمساحه وفي نفس الوقت السعر يقدر يدفعه. بس الحزام الاخضر سعره اقل شويه. ليه؟ رغم انه جزء لا من لاكثر من سبب. اولا ان حضرتك عندك المطور العقاري، ممكن يكون مطورين العقاريين اللي دخلوا الحزام مش مشهورين زي زايد الجديده، بس انا مش عايز برضو افرق بين الاثنين كده، لان انا بعتبر ان الحزام الاخضر جزء من زايد الجديد، بس هي طبيعه ارض وطبيعه مشروع وطبيعه مساحه بتفرض عليا انا حتى كشركه اداره واستشارات ان انا اقول لحضرتك ما ينفعش انك تعمل في الارض دي الفيلا سيبريت دلوقتي فقط، حضرتك هتعمل تاون هاوس وكواترو مثلا فيلا، عشان ده اللي ينفع دلوقتي ان انا اقدر احقق بيه اعلى ربحيه وفي نفس الوقت متناسب مع اللي السوق عايزه. ما ينفعش ان انا بقول له اعمل اللي انت عايزه فيه، فالارض هي اللي بتفرض عليا ده. زايد الجديده مساحات المشاريع كانت كبيره شويه،
هتلاقي 110 فدان، 100 فدان، 80 فدان، فكان البرودكت ماكس مختلف. اقدر اعمل فيها عمارات اكتر، بعرف اعمل فيه نوادي كبيره، ان طبيعه الارض كبيره. فحته التقسيمه دي عشان هو كان تراث زي ما بنقول، ان شركه اكتوبر الزراعيه كانت هي المتحكم في القصه دي، زي مناطق الريف الاوروبي والسليمانيه والاماكن القديمه. وبالرغم من ذلك يظل الاستثمار في مدينه الشيخ زايد بما فيها زايد الجديده والحزام الاخضر من الاستثمارات الواعده والمهمه جدا طبعا، والفرص الاستثماريه القويه في منطقه طبعا غرب القاهره. طبعا الاستاذ محمد الجزار رئيس مجلس اداره شركه اتش اس جي للاستثمار والتطوير، بشكرك كل الشكر ونتمنى ان يتجدد اللقاء مره ثانيه ان شاء الله. تحياتي. الله يخليك. مشاهدينا فاصل ونواصل. شركة إدريس أقامت مؤتمر للتعليم والدراسة بالخارج وسط حضور كبير من الطلاب الراغبين في الالتحاق والتعلم بالجامعات الدولية. الشركة استضافت أكبر الجامعات العالمية واستمر المؤتمر يومين، وانضمت له العديد من الدول زي إنجلترا، أمريكا، كندا وأسبانيا. وكان ذلك تحت رعاية واستضافة شركة إدريس، وهي شركة من أكبر الشركات على مستوى الشرق الأوسط. كانت كاميرا البوصلة موجودة لترصد لكم فعاليات المؤتمر. نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل باقي فقرتنا. شركة أدريس بتعامل معها دلوقتي for more than 7 years، من أكتر الشركات المحترمة اللي بتتعامل مع الطلبة. بعت الستودنتس بتوعي للشركة. أول حاجة السن ده بالذات كلنا عارفين إنه بيبقى معظم الطلبة تايهين، مش عارف يحدد الكارير بتاعه، مش عارف يدخل جامعة إيه، كلية إيه. ودي أول ستاب هما بيعملوها، إنهم بيبدأ يعمل سيرفي بروفيشنال سيرفي بأمانة، بيحدد هوايات الطالب. بعد كده بيقول له نمبر 1 مفروض تدخل كلية كذا، نمبر 2 كذا، نمبر 3 كذا، وبيبدأ على هذا الأساس يحدد الكليات والجامعات اللي الولد يقدر يروح لها. جيت هنا عرضة عشان في المدارس، يعني مثلا في أمريكا، إسبانيا، إنجلترا، عشان لما أنا هكبر ممكن أدخل واحد فيهم. أنا درست في كندا، بقالي 10 سنين في كندا درست هناك، وإدريس ساعدتني لفترة طويلة خلال الدراسة حتى بعد الدراسة، وأنا دلوقتي معايا الباسبور الكندي. أنا عايز أحضر عشان دي ساعدوني كتير، فأنا I want to show some appreciation for them and come and support them. وممكن أقول لكل الناس إن هم يعني لو هم عايزين يسافروا في الدراسة أو أي حاجة زي كده دي go through إدريس. خدمات إدريس الحقيقة بتبدأ من قبل ما الطالب يعرف هو عايز يدرس إيه وفين. يعني اول ما الطالب بيقول انا مهتم ان انا ادرس ميجر معين، انا مش عارف ايه الميجر اللي انا ممكن دلوقتي يبقى كاتشي، ممكن الميجرز بتتغير كل سنه والمتطلبات سوق العمل بتتغير كل سنه، ادرس دورها بيجي هنا ان احنا عندنا اول حاجه كارير كوتشنج. الكارير كوتشنج ده بيقوم بيه سيرتيفايد كارير كوتشز، هم يقعدوا مع الطالب ويقدروا يوصلوا له نقطه ان هو يعرف ايه الميجر اللي هيبقى بارع فيه وهيبقى شاطر فيه ويدرسه. بعدين بنعمل له اكاديميك كونسلنج. الاكاديميك كونسلنج ده ان احنا بنقعد معاه نقول له ايه البلاد اللي معانا بالميجرز اللي موجوده في البلاد دي والبادجت بتاعتها قد ايه، عشان طبعا البادجت بيحكم بلد للثانيه وجامعه للثانيه. وبعد كده بنقدم له على الاكوموديشن، ايربورت بيك اب، فيزا، اند افتر ترافلنج. كمان بنقدر نساعد الطالب لو هو عنده اي مشكله من اول الهوم سيكنس، من اول ما بيبقى حاسس ان هو لسه ما عملش كوميونتي وملوش صحاب لحد ما هو ممكن يمس ليكتشرز او عنده مشاكل. إدريس بتتدخل وبنسبورت، مش بنسيب الستودنت ميسنج اني ثينج. لأول مرة بتتواجد شركة هواتف عالمية في المتحف المصري الجديد، حيث أقامت شركة شاومي العالمية حفلاً ضخماً لإطلاق أحدث هواتفها شاومي 13T،
وذلك تأكيداً على تواجد العلامة شاومي التجارية. والحفل جاء من تنظيم شركة سترايك ميديا التي تعتبر من أكبر شركات التنظيم في مصر والعالم العربي. كاميرا البوصلة كانت متواجدة في هذا الحفل. نروح نشوف هذا التقرير ونرجع لكم تاني. It's you know that the key point of today's event is to introduce the new Xiaomi high-end product to the market, and I think it was a good one. The very first is a nice place. I think these reflect the first and the high-end element of the product. The place, the venue match perfectly the product. And the second, really, the product is we hope to the product the phone to let people to tell the story. So not only use as a tool, but also a tool to tell people's story. But this place is a very good place to really tell the history. So that's why we select it. For sure, you know, as one of the main brand in the market, we are very determined to really work on this market. So we have a very solid plan for the future to bring a rich portfolio to the market. And you know, we have also announced last month the made in Egypt plan. Xiaomi, طبعا احنا جوه مصر احنا رقم 2. احنا عندنا هدف واحد ان احنا نبقى رقم 1 ان شاء الله, وده هنقدر نحققه قريب. وعندنا خطة انتاجية كبيرة جدا للسوق المصري وتوسع بشكل كبير في خطة الانتاج, وعندنا خطة تصنيع, وعندنا حاجات كتير هنقدمها 2024. اولا اختيارنا المتحف المصري كبير, يعني هو صرح كبير جدا في مصر, واحنا النهارده بنطلق احدث تليفوناتنا وافضلهم في سنة 2023, فما لقيناش افضل من المكان دوت ان احنا نقدر نطلق فيه ونكون اول شركة تقنية عشان تعمل لانش او اطلاق للموبايلات بتاعتها في مصر. نقدر نقول ان احنا المصنع موجود وعندنا ساعة انتاجية يومية, بس ده ساعة تجريبية. عندنا الافتتاح الحقيقي هيبقى في اول السنة 2024, وهنقدر من خلاله ان احنا يبقى عندنا ساعة انتاجية اكبر وخطوط انتاج اكتر. التنظيم طبعا رائع. شركة سترايك ميديا من الشركات يعني اللي احنا بنعتمد عليها دايما في حفلات الاطلاق بتاعتنا, والإيفنت النهاردة كان حلو جدا. يعني هو إحنا اخترنا المتحف المصري لأنه بيعبر عن الهوية المصرية, ويمكن إحنا بنعلن النهاردة عن منتج جديد بنهتم فيه أكتر بالكاميرا, فكنا حابين نربط التصوير بتصوير الهوية المصرية ونصور نصور مصر بعيون شاومي, فهي دي كانت الفكرة. طبعا يعني شاومي بتنتج مجموعة كبيرة من المنتجات, عندنا وايد رينج من البرودكتس. المنتجات بتاعتنا بتغطي الفئة الاقتصادية والفئة المتوسطة وكمان الفئة العالية. الموبايل بتاع النهاردة هو فلاكشيب موبايل رائد للفئة العالية, كان بيقدم أحدث التقنيات اللي موجودة سواء كانت في الأداء أو كانت في الكاميرا, وبيقدم كاميرا احترافية بتشبه فعلا كاميرات التصوير زي المصورين المحترفين بيستخدموها. احنا بدأنا في خلال سنة 2023 ننتج أول موبايلات شاومي في مصر, وده فرق كتير جدا في التسعير, لان طبعا احنا عارفين ان الاسعار كانت رايحه لزياده, لكن قدرنا لما ننتج اول موبايل في مصر نوقف الزياده اللي كانت ممكن هتحصل, بل كمان قدرنا نخفض في سعر المنتج بنسبه 10%, وده لقى اقبال كبير من المستخدمين ومن فانز شاومي في مصر. والدليل على كده ان الموبايل ريدمي 12 سي كان ناجح جدا وحقق مبيعات عاليه جدا. ان شاء الله احنا في انتظار سلسله ريدمي نوت 13 هتكون قريب جدا هنعلن عنها. ممكن نقول خطط شاومي انها تتوسع اكتر في الانتاج المحلي وتزود المكون المحلي جوه الموبايل ان شاء الله في الفتره اللي جايه. احتفلت مجموعة السعودي الألماني الصحية بافتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بمدينة الإسكندرية. حضر حفل الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, وكان في استقبال المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس إدارة مستشفى السعودي الألماني الصحية, والدكتور محمد حبلس المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا. وخلال الافتتاح أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي وتقديم مختلف عوامل الجذب للقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي. تفاصيل أكثر هنعرفها من هذا التقرير.
احنا كاورجنايزيشن مش جايين نعمل مستشفى ونقدم خدمات صحية وبس، احنا جايين نتغلغل في المجتمع. بنتكلم في اعمال تدريب، بنتكلم، انا شخصيا اقول انه مصر دي المفروض تكون مايو كلينيك افريكا، يعني انا ما بقول الكلام ده من عشان يعني تصفقوا لي، انا بقول الكلام ده لان انا مؤمن فيه، مؤمن ان البلد دي should look south. احنا هنا مش بنبني مستشفى، احنا هنا بنبني مدينة طبية، مدينة كاملة فيها مين هوسبيتال، جنرال هوسبيتال، فيها سبعة مستشفى، ستة مستشفيات تخصصية، فيها ميديكال كوليج، فيها أشياء أخرى هخليها سربرايز، لكن فيها أشياء اللي تخلي مجموعتنا بنش مارك. النهارده تشريف دولة رئيس الوزراء بافتتاح مستشفى السعودي الألماني للإسكندرية، الحقيقة ده دليل قوي جدا على أن الدولة المصرية بتعمل بكامل جهدها في إطار تطوير منظومة الرعاية الصحية داخل مصر، وأعتقد أن ده أيضا تشجيع وتحفيز للقطاع الخاص بأنه يبدأ يستثمر في الرعاية الصحية وأن يتكاتف مع الدولة المصرية يدا بيد من أجل تقديم خدمة صحية جيدة لكافة المواطنين. وأعتقد أن أيضا منظومة التأمين الصحي الشامل هتعمل إن شاء الله في المستقبل على أن هي تتيح الفرصة لكافة قطاعات المصريين بأنهم يتعالجوا في مستشفيات القطاع الخاص، وبكده بتكتمل المنظومة، نستطيع أن احنا نقدم خدمة صحية جيدة تغطي كافة الاحتياجات لكافة القطاعات للمصريين. هذه المستشفى مستشفى سعود الألماني بالإسكندرية وقبلها مستشفى سعود الألماني بالقاهرة كانت حريصة منذ البداية على تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المنشآت الصحية، إيمانا من القائمين عليها بأهمية دور معايير الاعتماد وتطبيق معايير الجودة داخل النظام الصحي، وذلك ضمانا لأمان وسلامة المريض، أمان وسلامة مقدم الخدمة، أمان وسلامة المنشآت الصحية ذات نفسها، وكمان أمان وسلامة البيئة الصحية، وضمانا لتطبيق التكنولوجيا الطبية بمعايير محددة علشان المواطن المصري يحصل على خدمة طبية بأحدث ما وصل إليه العلم من تكنولوجيا وفي مجالي التشخيص والعلاج. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهاردة، أشكركم على طيب المتابعة، كنت معكم حنين موج، دمتم في أمان الله.